الريان المدير الفني لفريق 2004 بارك له على الفوز الكبير على انبي. الف مبروك يا كابتن ياسر. كابتن اسامه، كابتن ياسر تحياتي ليك. انا سعيد ومتابعك على فكره في القناه، يعني بتفرج عليك حاليا دلوقتي. يعني تمام، احنا كنا بنتكلم عن فريق 2004، ما شاء الله اداء قوي امام انبي وفوز كمان بنتيجه كبيره 6-1. بنبارك لك على الفوز وعلى الاداء يا كابتن ياسر. ربنا يخليك يا كابتن اسامه. طبعا انا قلت قبل كده، احنا الحمد لله انا مش ببص على النتائج ولا ببص على اللي انا اخد بطوله. انا قلت لك انا ببص ان شاء الله اللي انا بعمل فريق للنادي الاهلي، فريق يمثل في يوم من الايام جزء كبير قوي من اللعبة اللي تبقى موجوده فيه تبقى موجوده في النادي الاهلي. تمام. انا بحب رقم واحد زي ما انت عارف. انا الحمد لله نتائجنا الحمد لله مطمئنه شويه، مش هقول لك في بعض الفرق بتلاعبني بلعيبه، في اللي بيلعبني بمستننين، في اللي بيلعبني باسماء مختلفه ما بوش الاسماء مظبوطه. واحنا الحمد لله كابتن فتحي مبروك كل طرح عندنا متابع الجزئيه دي كويس قوي. اللعيبه اللي هي بتلعب ضدنا في اعمار سنيه مختلفه وبيلعبوا بمواليد 2004، الحمد لله احنا برضو عندنا اداره بتقدر تجيب حقوقنا كنادي اهلي. يعني تمام، الفريق اللي حضرتك اتكلمت اتفضلت اتكلمت عليه، يعني انا حتى قلت لهم الفرق بيننا وبين اي فريق ثاني حتى للدرجه الاولى. يعني انا باجي اشبه لهم، بدي لهم مثال، بدي لهم مثال في الدرجه الاولى. تمام. النادي الاهلي الفرق بيننا وبين اي فرقه ثانيه الروح بتاعنا، ده رقم واحد. رقم اثنين، لو احنا خدنا مركز ثاني يعتبر احنا ما نجحناش، احنا فشلنا. ولو خدنا بطوله ده العادي برضه بتاع النادي الاهلي. تمام. ولو ما خدناش بطوله بتبقى مشكله كبيره جوه النادي الاهلي. تمام. اتعودوا كده ان انت في النادي الاهلي، النادي الاهلي التيشيرت بتاعه تقيل جدا ولازم تعرف قيمه التيشيرت. الكلام ده انا قلت لهم في المحاضره قبل ما اروح ماتش امتى، وخاصه كانت يعني النتائج بتاعتي الفتره اللي قبلها كانت مش كويسه، مش عشان حاجه ومش بس مبررات، بس برضو انا ببالغ في الفرق اللي بتلاعبني باولاد كبار جدا مش مرحله سنيه مظبوطه، بس ده برضو لا يعنينا. انا قلت لك في الاول وفي الاخر انا الحمد لله ان شاء الله باذن الله الاولاد دول كانوا معايا، وكنت معاك على الهواء قبل كده وقلت لك الاولاد دول كانوا معايا من 5 سنين. ورجعت لهم السنه، طبعا البلوغ طبعا فرق معاهم طبعا. فانا هم دول انا اللي يعتبر مرافقهم الاولاد كلهم، زي ما حضرتك فصلت واتكلمت على الفريق اللي ابتدى والمجموعه اللي بتبقى موجوده بره، مين يلعب ومين يقعد هم عارفين، اللي هم بيلعبوا استعداد كبير وده حاجه فعلا تحترم. فهم الاولاد عندهم امل وعندهم فرصه كبيره، اللي هم انا ولا بجيب لعيب انا عندي على فكره عندي ميدو نبيل وعندي نور، اللعيبه دي مستعده 2003. ميدو نبيل 2004. ميدو نبيل ما شاء الله عليه يا كابتن ياسر، برضه مش احتياج لهم يعني. كابتن ياسر يعني دايما بيستوقفني مع فريق 2004 محمد اسامه ميدو، ما شاء الله يعني دايما في اللقاءات بيحرز اهداف وما شاء الله بيقدم مستويات قويه. يعني 2004 فعلا عندنا مواهب في 2004؟ طبعا انا قلت لك انا بعتمد، انا بقول لك وافتكر الكلمه دي كويس قوي. ان شاء الله باذن الله انا بكون فريق يبقى ليه الاستمراريه في النادي الاهلي. تمام. حتى اللي مش هيلعب في النادي الاهلي هيلعب في درجه في دوري ممتاز او نطلعه في يوم من الايام اعاره عشان يرجع النادي الاهلي. انا ده اعتمادي وبتكلم بشكل كبير جدا، اللي انا بكون فريق وما بيهمنيش النتائج، وانا بقول لك وانا مسؤول عنها ما بيهمنيش النتائج طبعا. في الوقت الاخر احنا نفسنا نعمل نتائج تفرح النادي الاهلي وكل حاجه، بس انا بعمل فريق اللي انا ممكن الوقت ما اخدش بطوله، بس قدام هتلاقي انتاج ان شاء الله باذن الله. الولاد دول لسه ما عندهمش البلوغ الكامل، لما يبقى عندهم البلوغ الكامل هتفرق. زي ما حضرتك برضه اتكلمت على محمد اسامه ده كابتن فريق عندي. وانا قلت له يعني ايه كابتن فريق النادي الاهلي ومواصفات كابتن النادي الاهلي وسمات الشخصيه بتاعت الكابتن النادي الاهلي، انا بعلمه عشان لما يجي يكبر في يوم من الايام يعرف، لما يعرف ايه كابتن النادي الاهلي يبقى فوق. واحنا عصرنا ناس زي كابتن شوبير وكابتن اسامه عرابي، الكباتن الكبار. تمام. بالنسبه للجيل بتاعنا فنعرف، كنا بنعرف ايه كابتن فريق وليه احترامه. تمام. فانا معطوله السمات دي وعطوله الصفات دي، بس في الاول وفي الاخر برضه انا بقول لك الحمد لله ما عندي لعيبه على المستوى الشخصي اولاد محترمين جدا او لا امور بيساعدوني كويس مهم جدا. يعني ولادهم بيلعبوا وما بيلعبوش، اللي هم احنا ننجح عشان هم عارفين ان احنا بنلعب باسم النادي الاهلي. تمام. كابتن ياسر ريان مدير الفني لفريق 2004 شكرا جزيلا لك. يعني مفاهيم معينه بوصلها كابتن ياسر ريان ومفاهيم مهمه جدا ازاي